مشاهدينا نحييكم من جديد كما تابعنا منذ صباح أمس، على اعتبار أننا دخلنا في اليوم الجديد. المجتمع المصري ازداد تماسكا وقوة وصلابة في مواجهة الإرهاب المسلح بعد سلسلة التفجيرات، بعضها كبير وضخم مثل التفجير أمام مديرية أمن القاهرة، وبعضها محدود وإن كان أودى بحياة مواطنين وأيضا أصاب الكثيرين مثل قنبلة الدقي وكذلك الهرم. لكن السؤال فيما يتعلق بالتفجير الضخم أمام مديرية أمن القاهرة ناقشنا في بداية الحلقة وأثرنا علامات استفهام، علامات دهشة، علامات صدمة، علامات ذهول، تساؤلات كثيرة. هل هناك أوجه قصور وتقصير؟ كيف يمكن أن تقف السيارة البيضاء بهذه السهولة أمام مديرية الأمن، وكيف ينزل منها الإرهابي الذي كان يقودها ويستقل السيارة السوداء التي كانت تسبقها أو تتبعها؟ تساؤلات كثيرة حتى نتفادى أوجه القصور، ليس إحباطا لوزارة الداخلية التي تدافع عن الوطن مع القوات المسلحة والتي تدفع ثمنا باهظا من الجنود وضباط الشرطة، ولكن حتى نتفادى أوجه القصور في المستقبل. معايا داخل الاستوديو لواء مجد البسيوني مساعد وزير الداخلية الأسبق. سيادة لواء أهلا بيك. أهلا وسهلا أستاذ وائل. لواء محمود شرف مساعد أول وزير الداخلية لقوات الأمن سابقا. سيادة لواء أهلا بيك. أهلا بحضرتك. أهلا وسهلا. طيب عايز أبدأ لواء مجد البسيوني ونشوف المشاهد تاني على الشاشة، وتاني أؤكد أنه ده ليس تفتيشا في نواحي القصور من أجل تصدير فكرة الإحباط أو الفشل، وإنما لتفادي بعض الأخطاء. نشوف تاني المشهد لأنه عايز من البداية. هنا ستلو أنا أمام سيارة تقف أمام مديرية أمن في وقت مديريات الأمن فيه مستهدفة بعد تفجير، ثم ينزل منها الإرهابي الذي يقودها ويستقل السيارة السوداء التي كانت تتبعها. يعني هنا في تخطيط. البعض هنا حيثير علامات استفهام ويقول لا، في أوجه قصور، ربما أوجه فشل، كيف نتفاداها؟ شوف حضرتك، هو يجب في مثل هذه الأمور، وهذا ما مارسته في التفتيش والرقابة في الوزارة، أما يكون في حدث وننزل الوزير يكلفنا نقيم ايه اوجه القصور، ايه او الى اخره، بيبقى مساله يعني مش كده على طول اتهام لوزاره الداخليه وده مش حضرتك الناس يعني لا في قصور، لان الناس مهددين قبل كده والناس عارفين والى اخره. نحلل المشهد ببساطه. نحلل المشهد. السياره جت 6:29 6:29 صباحا وقفت السياره، ده شارع عمومي، شارع بورسعيد أمام مديرية الأمن. ده شارع بورسعيد. لا تستطيع أن تمنعها؟ أمنعها إزاي؟ همنع عربية ده واقفة وبعدين جالها العسكري. جالها فرد شرطة. جالها فرد شرطة على طول مجرد ما وقفت. هيعمل إيه؟ ما هو خلاص طالما بص طالما توقفت السيارة بما تحمله من متفجرات العملية نفذت. هو أنا عايز أقول لحضرتك على حاجة. أمام أي مديرية ولا حاجة مفيش عربية بتقف، حتى واحدة هتنزل واحد هينزل، يعني العربية بتقف لدقيقة. الحادثة 6:29، التفجير 6:33 يعني أو 32 أو يعني ما أنا قلت من 3 دقايق لأربع دقايق بالظبط كده. اللي حصل إيه؟ إمتى أنا أقول قصور؟ لو العربية دي واقفة ولا حد سائل فيها، لكن ده فورا فرد أمن انتقل وراح بص في العربية لقى إزاز في ميه، راح على الضابط، كانت اتفجرت. على ما راح للضابط عشان يقول له في عربية واقفة كانت اتفجرت. يبقى انت بتقول لي هنا ان انا لا استطيع ان اتفادى ده تاني، وان ممكن غدا التفجير غدا تقف سياره تانية امام مديرية امن القاهره. عايز اقول لحضرتك على حاجه، لو قفلت انا الشارع انا هحمل لا المدرية. ما تقفلش، امنع الوقوف. يبقى عندي جدار عندي بشري، من يمنع الوقوف بشري بقى. انا معاك، ما هو لازم برضو نستفيد من الحادثه دي. طيب ما انا الحقيقه بقول نستفيد انه ايه؟ ليس احباطا ولا دعوه لا لا لا, لا بالظبط كده. يبقى الساعه 6 صباحا، ما تنساش برضو انك الساعه 6 صباحا، والوقت ده بالذات وقت خطير، وانا بحذر فيه. كان الكمين لسه ماشي. بقول لا، الساعه 6 صباحا ووقت الفجر ده او الصباح الباكر اهم ساعه اسمها الاسترخاء الامني، كنا بنسميها استرخاء امني.
هنا بقى في صور حديد صحيح، لا انا عايز يبقى فيه طوف، خدمه الطوف، خدمه الطوف، خدمه الطوف اللي انا بنبه موجود. اخواننا في الشرطه جميع الاقسام والمديريات لا يحميها السور ولا يحميها، لان التفجير هيبقى اذا كانت عبوه كبيره هنا ده اذا كان الناس اللي كانوا معايا بيوتهم في الصف الثاني من الناحيه الثانيه يبقى في طوف، خدمه طوف، خدمه طوف، اي عربيه توقف مفيش لحظه، خدمه طوف دي بتلف يعني ماشي على رجليها يعني على رجليها. واذن استاذي مجدي البسيوني، الخطط الامنيه موضوعه ومبذول فيها مجهود رهيب من كل الضباط، الاخ اسامه، الاخ جمال، كلهم يعني ما عندكش فكره من كبير وصغير. المديريه ما بتنامش، مش عشان مبنى المديريه بس، لا عشان كل المنشات. والحقيقه هم لعبوا دورا كبيرا في احباط عمليات ارهابيه كتيره. ما هو اللي عايز اقول لحضرتك برضو ايه، والقبض على عدد كبير في حتى الإرهابية. حوادث اعلن عنها تم احباطها، وفي حوادث برضو لم يعلن عنها لغايه لما نستكمل بقيه خيوطها. خبال سعادتك ازاي، لان المخطط كبير. طب قبل ما اكلم، بس قبل ما اكمل مع حضرتك الجزء ده، لانه الحقيقه يبدو انه الجانب الانساني الذي اثرناه قبل الفاصل والمتعلق ببيوت المواطنين العاديين والبسطاء والغلابه التي تهدمت وايضا فقدوا كل اساس المنزل وكل عفش المنزل، حتى الثلاجه دي اللي ممكن يكون كانت حلم من احلامهم، عنده ثلاجه ولا عنده بوتاجاز واشتراها بعد اقساط كتير، عدد كبير من المواطنين تهدمت بيوتهم. الناس فقط بتركز على انهيار مديرية الأمن أو الواجهة، بالإضافة إلى متحف الفن الإسلامي ودار الكتب، لكن بعض المواطنين اللي استمعنا إليهم يحتاجون إلى ترميم بيوتهم، وأيضا إلى أنه الناس تديهم عفش أو تساعدهم. أستاذ أحمد الفضالي رئيس تيار الاستقلال اتصل بنا وقال انه على استعداد انه يعني يتعهد باصلاح هذه البيوت وتعويض بعض المواطنين. استاذ احمد فضالي اهلا بيك. مساء الفل يا استاذ وائل، بيك وان شاء الله مصر بخير وامنه رغم كل محاولات هذه الجماعه الارهابيه ومؤيديهم. ويمكن احنا السبب الرئيسي كتيار الاستقلال والمسلمين حالا واحنا بنتكلم مع بعض لمعالجه اثار الحادث الارهابي لدى بعض الشخصيات، هي محتاجه فعلا. اذا كانت مديريه الامن فهي عندها وزاره الداخليه ممكن بسرعه، واذا كانت بعض الطرق او بعض الحاجات اللي خاضعه لوزاره الاسكان، لكن الناس دي مش محتاجه تستنى لبكره. عشان كده انا كنت محتاج الناس دي طالعه من هنا على فكره، يعني حتى بقول لك لو انتوا مش مصدقيننا هاتوا الكاميرا تشوفوا احنا نايمين ازاي في الشارع، وطبعا يعني هي ناس بسيطه انا بستقبلهم في الموقع ده، احنا صورنا بيوتهم من جوه في التقرير اللي شفناه. الاستقلال في استقبالهم حالا في الموقع امام مديريه الامن الان عند منازلهم عشان يلبوا طلبهم فورا، او للناس اللي هي مش هتلحق ترمم بيتها النهارده او شوائها هيسكنوهم في فنادق حالا مجاوره لنفس المنطقه، لكن مفيش حد هنسيبه في العراء. وفي نفس الوقت الناس اللي محتاجه اصلاح انا بس بطلب منهم اذا كان في ناس بيشاركوا في عمليه الاصلاح، احنا الضرير مقاولين بسرعه يبقوا موجودين في نفس المكان دلوقتي، وده نداء من خلال برنامجك كل الاخوه اللي ممكن يشاركوا في هذه العمليه الاصلاح. لكن احنا كتيار الاستقلال وايضا بعض قيادات شبان المسلمين هيشاركوا فورا الان في تحمل كل النفقات بما فيها الثلاجه، بما فيها التلفزيون للاسرتين، وما قد ينتج من اسر ثانيه تكون اديرت بنفس الشكل. الحقيقه ان احنا مش عايزين ابدا ننسى ان الجانب الانساني في المصريين هو السبب الرئيسي في تماسكهم النهارده ووقوفهم لحمه ضد الاخوان المتاسلمين الارهابيين. عايزين نقول للشعب انزل وما تخافش، كلنا متعاطفين مع بعض ومتماسكين، ما نسيبش ميدان بكره الا ما نقول المصريين اقوى ولن يخضعوا للارهاب ولن يعني لن يكونوا ابدا كالذين يصفونهم بانهم حينما يكون هناك ضرب او ارهاب يهرولون الى منازلهم. احنا هنقف في المدينه، احنا هنقف ونقول مصر علي، هنقف ونقول بكره كل المصريين على رجل واحد. اوعى تخاف لو خفت تدي فرصه لاهل الظلام، لاهل الفتنه، لاهل الطائفيه، دول ما لهمش الا بيئه التي تساعدهم على ذلك، والحمد لله شعب المصري ان شاء الله. استاذ احمد الفضالي بتوجه لعليك بالشكر رئيس تيار الاستقلال و يعني مبادرة إيجابية، بتوجه ليك بالشكر. كمان الأستاذ أيمن أبو بكر قال أنه سيتبرع للعائلات. يا جماعة اللي يستطيع أنه يساهم في أنه حتى يجيب تلاجة لشقة
اعتقد انه ده هتؤكد التكافل الاجتماعي وازاي كلنا بنوصل رساله للارهابيين انه المجتمع المصري يزداد تماسكا وتوحدا ويزداد قوه. في عدد كبير من المواطنين ايضا ابدوا استعدادهم، واعتقد انه هي مبادره ايجابيه. كمان هنحاول نشوف اذا في حد تاني عنده استعداد، ومفيش حد هيدي فلوس لحد، انت هتصلح له بيته، اذا في باب شقه هتجيب له باب تاني، اذا في ثلاجه ضاعت هتجيب له ثلاجه تانيه، هتذهب بنفسك. يعني مفيش حد هيقدم اموالا لحد، لكن اعتقد انه حاله التماسك والتوحد هي حاله مصريه عموما. بس الاسرع من كده جمعيه الأرمان ورساله ينتقلوا فورا وعندهم المخزون، يعني هم عندهم مخزون من البطاطين والثلاجات والعدد، بدل لسه المواطن عشان ده يساهم ويساهم، لا بنقول اهو من خلال البرنامج الأرمان ورساله فورا ينتقلوا الى الموقع. دي مش هتاخد ساعات وهتكون البضاعه عنده او طيب. كل ما يلزم عنده. استاذ محمود نفادي الكاتب الصحفي الكبير ومؤسس حركه بلادي، استاذ محمود اهلا بيك. أهلا مساء الخير أستاذ وائل. يعني أولا إحنا بنشكرك على تبنيك لهذه المبادرة واستضافة الأسر ديت، وإحنا في إطار التكافل المجتمعي وحملة إزالة آثار العدوان الإرهابي على هذه الأسر، إحنا بنعلن التبرع ب 5000 جنيه للراجل اللي هي كان معاك أحد الضيوف اللي هو باكا. اللي هو باكا ده لأنه هو ده حالته أصلا. يعني في ناس احنا مستعدين يعني نبعت المبلغ للبرنامج نبعته. لا احنا يعني دائما بنوصل الناس ببعضها، يعني كمان عليك ان ترسل مندوبا. انا بعد الـ في قبل الراجل او حضرتك اديله التليفون بتاعي يكلمني. يعني وترسل مندوبا لترى حاله البيت عنده، وهنبدا كمان في اطار حركه بلادي بكره هنعمل اجتماع مع مجلس اداره الحركه، وهنجيب تبرعات اخرى وحوافيك بيها ايضا، واقول لك احنا جمعنا تبرعات قد ايه، لكن مبدئيا احنا في 5000 جنيه هنوصلها للراجل ده بكره ان شاء الله عشان نساهم معاه في ازاله اثار العدوان اللي وقع عليه، لان احنا كمصريين مش هنسيب اخواتنا ومش هنخلي هذا الارهاب ابدا يحقق اي اهداف بيسعى اليها، وباذن الله نقوم بدور كويس ونتمنى لك التوفيق استاذ وائل. بأحييك على هذه الخطوه استاذ محمود نفادي، اتوجه لحضرتك بالشكر. طيب نكمل سياده اللواء، حضرتك عايز تكمل على كلام اللواء مجدي البسيوني، نعود تاني لكيف نتفادى ذلك. طيب بتقول في خطط. الخطط الامنيه حضرتك عايز واحنا بنشوف نشوف تاني. طب كيف تقف سياره بهذا الشكل اذا قلنا ان في خطا؟ هو عايز برضو اطمن حضرتك، الوقت التحقيق بتاع النيابه والقضاء في تحقيق من جهاز التفتيش والرقابة عشان خاطر بيحدد هل في خطأ ولا لا، والخطأ من مين، وفي حساب، ما فيش حاجة بتتساب كده. وفي حاجة تانية اللي هي الاستفادة من الأخطاء السابقة، فده ده شيء مهم جدا عندنا في الخطط الأمنية بتاعتنا. بل ساعتك ازاي غير إدارة الأزمة، لو حصل كذا هنعمل كذا، طب لو اتغيرت الخطة بتاع، لأن الجريمة حضرتك بتتطور. النهارده احنا قدام جرائم عماله تتطور، كان زمان المظاهره به فيها طوب كان كبيرها، النهارده فيها مولوتوف، طب انت ازاي بتواجه؟ ففي عبء كبير قوي على الوزاره، والوزاره فعلا بس انا كنت معتقد بعد تفجير مديريه امن الدقهليه ست لواء، الدقهليه ما ركنهاش، الدقهليه دخل بالعربيه بس انتحر. هنا يتم تامين، هل في اعتقاد انه هذا السور كاف لحماية زي ما مجدي بيه قال على خدمة الأطفال؟ مهمة جدا انك انت لأول ما بيقف حتى لو هينزل بيقول له لو سمحت ما بتقفش هنا ومعاه الونش. وفي حاجة كمان يا أستاذ وائل، المحكمة جنبي منها، أنا شاهد عيان في هذا، أنا وأنا رايح المحكمة لو هديت بس جنب السور بلاقي واحد طلع لي على طول زي عفريت العلبة كده يقول لي اطلع يا أستاذ. في هنا حاجة بقى، فرق بين خطة والتنفيذ. تذكر حضرتك الحادثه بتاعت بني سويف؟ طب ما هو ده كمين اللي مات فيها خمسه، اللي مات فيها خمسه واصيب اثنين، بس كمين ثابت. انا كنت سامعك امبارح منفعل وبتقول لان انا بلاش الاكمنه الثابته بهذه العشوائيه، بلاش الاكمنه الثابته، لان انا عملت الاكمنه الثابته في اسيوط كان لها دي مرعبه، ابراج ودشم ومرمى نيران بعيد عن بعض، لكن بالكمين ده. اذا
بالخطه شيء وتنفيذها شيء اخر. اهو الضابط ساب العساكر ومشي، ضابط بني سويف واوقف عن العمل. هنا اكيد وانا متاكد ان الخطه بتاعت مديريه امن القاهره وتامينها، خصوصا بعد تحذيرات وتهديدات وهننسف مقر الشرطيه، يعني مش حاجه جديده، وعبوه في بورسعيد وعربيه في بورسعيد فيها 750، يعني اذا في بوادر في شواهد. اكيد الخطه كانت موضوع ان في اطواف وما فيش ممنوع عربيه حتى تهدي في هذا المكان. اطواف اللي هي اللي هي على الرجلين جنب السور، يعني ممكن يبقى في خطا بس فردي، فهنا في خطأ. مش قصور بقى، مش قصور في الخطه. الخطه خطا فردي بس خطا فردي. طب تعتقد يعني، طب خلونا يا جماعه نشوف تاني، بس قبل ما نشوف تاني استاذ اشرف من الاقصر. استاذ اشرف اهلا بيك. استاذ اشرف، طيب استاذ اشرف سامعني؟ طب نحاول نجيب التليفون تاني، لانه شهامه المصريين، يعني عدد كبير من المصريين يريدون التبرع للعائلات اللي تهدمت بيوتها. هو يعني طيب ما يمشي تاني. استاذ اشرف من الاقصر، استاذ اشرف اهلا بيك. اهلا بيك يا فندم، مساء الخير يا استاذ. مساء الخير، ازيك استاذ اشرف؟ يا اخبار سعادتك يا فندم؟ الحمد لله تمام. وانا احييك على المبادره الحلوه دي يا فندم. الله يخليك، الله يخليك. كلنا مصريين وانتمائنا لمصر لن ينتهي ابدا حضرتك، فاحنا عاوزين نعرف عدد الشقق اللي هي تضررت. لكل شقه 5000 جنيه يا فندم، والراجل اللي طلع البرنامج وبكى يعني حضرتك 10000 جنيه، فيا ريت ترسلوا لنا العدد ان شاء الله. انا عايز بس حضرتك علشان يعني نسرع بدا يعني فعل الخير، لا يجب ان ينتظر لانه الناس دي هتنام في بيوتها، ان ترسل مندوبا من عندك. لازم يعني العلاقه تكون مباشره، وهنجهز لك ارقام تليفونات الناس وايضا عدد الناس اللي تهدمت بيوتها شققها والذين يحتاجون الى اساس للمنزل، ونبادر على الفور بانه المساله تتم غدا ان شاء الله بينك وبين الضحايا. يعني تمام يا فندم، وانا حضرتك يعني بكره ان شاء الله هنحجز طيران الساعه 7 الصبح وحنكون في القاهره ان شاء الله، وهتوجه لبرنامج لقناه دريم وهم يدلونا على الاماكن حضرتك، واحنا جاهزين لكل حاجه حضرتك. ان شاء الله بقى احييك على هذه المبادره استاذ اشرف من الاقصر، الف شكر. هو بتبرع ل 5000 جنيه لكل شقه تهدمت، و10000 جنيه للراجل اللي كان معانا تحديدا اسمه معانا اللي هو الحاج شعبان، اللي قال انا ما عنديش يعني ولا مليم وما عنديش حد يساعده. طيب نكمل سيادة اللواء. نكمل، انا يهمني حاجه في الموضوع ده كله استاذ وائل. هو زي ما قال محمود بشرف كده، ان دي مساله الوزاره بتحققها وتفحصها وتشوف اوجه القصور ولا لا، لكن انا ليا تعليق صغير قوي. اتفضل. انا سمعت من بعض الـ الاشخاص يقولوا طيب يعني اذا كان الامن مش عارف يحمي نفسه، لا الكلمه دي كبيره قوي. لا الامن عارف يحمي نفسه. الحوادث ديت اللي حصلت، التفجيرات اللي حصلت في ايه، ما انا ما ابصش للحدث نظره ضيقه، انا عايز ابص دايره اوسع من كده. لا في امن في مصر، والامن مستقر في مصر. 4 تفجيرات النهارده، 28 محافظه، فين المحافظات التانية؟ قاموا بمظاهرات في السويس، اتظبط على كام واحد في السويس؟ حوالي 37. في اسكندرية حصلهم ايه في اسكندرية؟ واتظبط كام؟ اتظبط حاجة و40، واتظبطت اسلحة وملوتوف. فين جمهورية مصر العربية بتعدادها بسكانها بمحافظاتها ال 28؟ ايه اللي حصل؟ الفرقعة اللي هنا والهنا والهنا ده ديت بقدر ما هي مأساة، بقدر ما هي فيها ضحايا، لكن أنا بقول إنها مش المفزعة أوي لأنها جريمة خايبة. إمتى بقى يبقى صحيح بقى نفتقد الثقة في الأمن مش عارف يحمي نفسه؟ لو هاجموا مديرية الأمن بالسلاح، لكن لو رجالة كان ينزلوا يهاجموا بالسلاح، لكن توقف العربية في دقيقتين اتنين وعلى طول بالتايمر هي شغالة تروح متفجرة، واقعة سهلة. سهلة أيوة، هي سهلة، بس هو نجح في النهاية في تنفيذ أهدافه. يا سعادة البيت، التفجير سهل جدا وفي العالم كله، هل في مصر بس؟ عندك دول العالم كلها فيها تفجيرات. التفجير
وقع خيبة وجبانة في الوقت نفسه. لكن أنا بقول طب يهاجموا اسم الإسام، لأن أسطح الإسام كلها ملغمة سلاح. لو رجالة يطلعوا يهاجموا اسم بالسلاح، مش تحط لي عبوة تحت شجرة ولا تحط لي بتاع. ما احنا بنتكلم انه ده ارهاب يعني جبان، يعني ارهاب جبان لكن وقع. انا عايز اتصدى لهذا الارهاب الجبان واستفيد من هذه الاخطاء. معنى كده ان انا عندي لازم اشوف حل. ايه الحل لده؟ الحل لده شوف النهارده الناس متعاونه ازاي في الـ في الـ في الـ في الجمال ده، واللي متبرع والاخر. الناس دي ده كلام جميل جدا. اللي انا بنادي بيه الشقه اللي انفجرت فيها عبوه في بولاق الدكرور وهم بيجهزوها. بهالعبوات دي اتعملت ايه؟ ما بتتجهز في شقق. النهارده يا استاذ وائل داخل لك 20,000 جنسيه اجنبيه ما بين سوري وليبي وهو الى اخره، حوالي 20,000 واكتر. الشقق المفروشه يا ناس اعملوا معروف، ما تريلوش ورق جار. اي شقه هتتاجر لناس مغتربين او مصريين وشبهه اخطر على طول. الامن مش هيشتغل الا بالناس. صح، انت عايز تعاون المواطنين. انا ده لازم. طيب بس عايز طيب هنا من عايز تاني خلينا ستلوى محمود. هنا كيف اتفادى يعني كل ما بشوف مشهد السيارة وهي تتوقف يستفزك، نشوفها تاني والإرهابي ينزل من السيارة وكأنه في رحلة ترفيهية ويركب العربية السيارة السوداء التي جاءته من الخلف وركب فيها ومشي بهذا التخطيط والتنظيم المتناغم، ما هو وكأنه في رحلة ترفيهية. هو لازم درسها ولازم هو قاعد ساعة يا أستاذ وائل. لا ولازم هو قاعد كده درسها وعارف يعمل ايه وخد الوقت مشهد أنهون. يثير الغضب والاستفزاز. راح للشرطي ولا ما راحلوش شرطي؟ بعد ما هو الشرطي مش هيمنع التفجير الشرطي ولا ده. الحمد لله الحمد لله ان ما فيش مجموعة طلعت من المديرية بظابط. شوف الشرطي شوف راح له الله يرحمه، لانه ده من الشهداء الان يعني. لا 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 لم يستشهد. ده راح يبلغ الظابط وعلى ما وصل على سلم المديريه كانت التفجير حصل على طول. يعني ده نجا. لكن زملائه ما هو في اتنين، ما هو في واحد هيجيبه بعد كده اللي كانوا على الباب. في اربعه واللي كانوا طب انا عايز اقول لحضرتك حاجه بقى. اللي استشهدوا من افراد الشرطه دول ليه؟ لانهم طلعوا على العربيه طالعين، يعني اذا موجودين وصحيين بس قاعدين جوه. هنا وجه القصور. طيب لو كانوا بره طوف بره، لو كانوا طوف بره. التفجير جريمة. أنا نفسي ناس تفهمها. أنا واقف، أنت يا أستاذ أنت واقف كده ليه؟ يلا يا أستاذ حاضر بس العربية عطلانة، هوب هفجر على طول وهفجر وهو وأنا كمان يعني معاه. لا يمكن أمنعه. لا هو لا. أستاذ وائل معلش حضرتك التحقيق شغال، ولو في قصور مش هيتساب. والقصور بيبقى فين منين؟ إن في طوف موجود بشري ماشي رايح جاي. اي طيب حد بيمنعه. طيب انا افترض عشان خاطر لو وقف ونزل من العربيه خلاص. ما هو اللي انت عايز توصل لها حضرتك انه وقف حتى ونزل. حتى لو في ناس هتقول له طب لو انت واقف ليه هيكون فجر. لا قبل ما يتحرك من جنبها بيقول له امشي. ولو انتحار يا استاذ وائل زي بتاعت الاهليه. ما هو هتعمل ايه؟ اللي بيثير الغضب اكثر انه الارهاب القاتل نجا، وانه معلش لان الظروف ساعدته ان الساعه 6 ما لقاش الطوف ده اذا كان في طوف ونزل وركب العربيه الثانيه. لكن لو افترضنا انتحاري امنعها لي بقى. هي الجريمه دي وزي ما بتحصل في الدول كلها يعني. لكن انا بقول هل من هجوم ممكن ينجح؟ الانتحاري والمفخخ ده ممكن يحصل اي حاجه. يبقى انا ابعد الى حد كبير او اشوف وسيله. ما وقفوش، اشوف وسيله بمشي على طول انه كيف امنع حتى الـ الـ السيارات انها لا تقتحم او انها عملوا سور تقف امام المبنى. عملوا سور، يعملوا سور خرساني بقى، بلاش السور الحديد. ما السور ما منعش. ما سور حديد مش سور خرساني. لا يعملوا سور خرساني. باشا بيتكلم على سور زي اللي معمول عند امن الدوله. طب هل تتوقع انه غدا يمكن ان تقف سياره بهذا الشكل؟ لا
حلو سؤال سؤال جميل قوي. ممكن سؤال بيزنقني فيه يعني ممكن يحصل لا انا هقفل الشارع بقى من بعيد وسدادات واعملها محاور كده وكده وكده معلش. طب وده مشكله بس لو عملوها في شارع بورسعيد الناس هتتضايق وهيقولوا ما ده شارع صعب. الشارع صعب يا هو بعد اذن مجدي بيه اللي عايز اطمن حضرتك ليه. الحوادث دي بتزيد الدوله والشعب اصرار على ان هو بيحارب الارهاب. لو حضرتك شفت الاخوه الضباط صغيرين وكبار بيدفن زميله الظهريه وبالليل نازل الخدمه ومصر على حمايه بلده ومصر على تحقيق اراده الشعب اللي نزل في 30 استكمالا للثوره في 25 بفرحته باستيعابه وحبه لبلده. وزاره الداخليه والقوات المسلحه بتعاوننا جامد في اننا نحقق اراده الشعب دي اراده امه ان هو يحارب الارهاب ان هو يستقر ان هو ما يروعش الامنين. فلتطمن ان وزاره الداخليه كل العاملين فيها حضرتك يمكن شفت ابسط مثل امين الشرطه كان عامل ازاي. افراد الشرطه المتحمس افراد افراد الشرطه ضباط الشرطه مجندين النهارده المجند النهارده عقدته ان هو نازل بيخدم بلده زي ما كنا احنا بنتعلم ان شرف ليا ان انا اخدم المواطن ودي جوانا خدمه المواطن شرف لكل ضابط ولكل امين شرطه ولكل مجند. مش نازل ان انا هينه لا ده انا نازل ادافع عنه انا في خدمته. دي العقيده اللي موجوده دلوقتي في وزاره الداخليه واللي هي على اساسها طب ما وزير الداخليه اتعرض لمحاوله اغتيال هل اسنته عن ان هو ما ينامش وقاعد ليل نهار عشان خاطر يحقق الامن بمساعده كل الجهاز كبير وصغير فيه. كل الحوادث دي كلها بتزيدنا اصرار اننا مع شعبنا عشان نحقق له هدفه والتضحيه بالروح واجبه علينا قبل اي حد. فعشان حضرتك تكون مطمئن ان شاء الله يعني اعتقد الشعب المصري وكان اقرب ناس يمكن قدام حضرتك انا كنت قاعد بره مع الاخوه الافاضل اللي هو بيوتهم اللي بيوتهم تهدمت او شفت وطنيه ما شفتهاش قبل كده. بيت واقع وقاعد على الرصيف وحينام في العراء وبرغم ذلك ما شفتش قد ايه هم بيحبوا بلدهم ويعني فداها اي حاجه ولو متنا ايه يعني. طيب ده بيقولوا كده انا ما اعرفهمش. اتفضل ستلو اسمح لي كلمه هقولها لاخواننا جهاز الشرطه نصيحة وليس انتقاد زي ما حضرتك تفضلت. لا واحنا يعني دائما نؤكد أنا عاوز ان وزارة الداخلية تتحمل العبء الاكبر. احنا بنحارب ارهاب اسود وعناصر مختلفة. وبعدين كلنا عارفين والقاسي والداني يعلم تماما ان المفلس دايما بيلطش. خلاص دخلوا في مظاهرات ودخلوا في اغتيالات ودخلوا ده الكارت بتاعهم الاخير. فيا اخوانا يا رجال الشرطه ويا ضباط الشرطه اعملوا معروف نفذوا الاكمنه صح. اولا اذا يا قيادات اذا كان الكمين ثابت الاكمنه الثابته المرصوده لا انا عايز العبه انا عايز يبقى هنا كمين النهارده وكمين الساعه دي هنا وكمين ده هنا. وبعدين ما نفتش على تفتيش شكل على رخصة قيادة ورخصة سيارة وخلاص انتهينا. لا يا نفتش يا ما نفتش. الحاجة الشكلية لا والناس تتعاون يعني ما حدش يقول له انت هتفتشني ليه. لا بدليل انا بحميك بدليل يعني. بعد 30 الناس كانت ايام حظر التجوال بتقف امام اكمنة القوات المسلحة بالساعات ما حدش بيتضايق. دي نمرة واحد. نمرة اتنين اعملوا معروف الكمين بجدية والله لو سندوتش ما تاكلوش في الكمين. انا معلش اسمحوا لي انا بشوف بعيني حاجات يعني ربنا يسترها عليكم. بمعنى واخدين ثواب الجماعه لا كمين يعني كمين واقفه يعني واقفه بيأمني والسلاح بتاعه كده زي اكمنه القوات المسلحه ما كانت. لكن ان احنا نبقى ملمومين مع اصحابنا وعند العربيه ومش انا شفت منظر وانا بقول اهو ضباط قاعده على ترابيزه وفي منطقه حيويه وجايبين سندوتشات بعدين بياكلهم. انا لو معايا نبل هضربهم. لا لازم نبقى يقظين ولازم الكمين يبقى كمين والا بلاشه. دي حاجه. الحاجه الثانيه الاكمنه لا تجهز بسيارات زهره
واقفة أروح أنا رمي عليها مولوتوف ولا إلى آخره. قد يكون هناك خسارة يا أستاذ وائل. لكن الخسارة، وأنا أذكر وبعض السادة المشاهدين يعلموا تماما، في أسيوط في كمين في حتة اسمها الحمرة. وكان الساعة 8:15 حادث اغتيال مفتش الداخلية. طلع ضابط المباحث بيقول اللي في السيارة هو في ايه ضرب النار اللي في أسيوط ده. قالوا له والله مش عارفين، وراحوا ضربينه على طول بالايه بالسلاح. الضابط النظامي كان يقظ واقف ومستعد بقواته، ضرب في العربية خلص على السبعة. خسرنا واحد بس، يبقى ده حرب. لكن ان اخسر خالص والتانيين يفلتهم لا. فالأكمنة يا حضرات، وليس نقدا لانكم بتتعبهم، ولا يزيد الكمين عن 6 ساعات، وانا بقولها نصيحة امنية، لا يزيد عن 6 ساعات. وفعال فعال ده، حتى انا وانا داخل على الكمين كمواطن ببقى في رهبة. المجرم يا استاذ وائل بيخطط وبيدرس ويرصد، فاذا ما رصد ان الكمين يقظ هيقولك لا، وهذا ما تعلمته في اسيوط، يقولك لا لا احنا كنا ناويين نعمل عمليه لان الكمين يقظ. ما هي كده، انا رايح اسرق الفيلا بتاعت الاستاذ وائل، لقيت فيه كلاب بوليسيه هناك مش هروح، او لقيت فيه غفر وجاهزين بالسلاح مش هسرق. امتى هسرق؟ اما الاقي الغفير بقى وقت الفجر بنايم. واحذروا اوقات الفجر واوقات المبكره، وقلت هذا الكلام قبل كده، الساعه المبكره اخطر ساعات الامن. قبل الفجر وبعد الفجر، لانها الساعات معروفه الاسترخاء. الناس تعبت، الهدوء، سرعه الهروب، لان الطريق فاضي، الشوارع فاضيه. احلى نومه كده، النومه اللي بعد الفجر، النومه دي جميله قوي، وحياه ربنا بتبقى هي دي التعسيله الحلوه. فالتعسيله الحلوه دي لا، احنا يقظين فيها تماما، هم بيستغلوها. تغيير الاكمنه والنبطشيات، مفيش حاجه اسمها ده بيركب العربيه والتاني لا، والراجل ده استاذ متخصص في العمليه دي، الكمين ما يطلعش الا لما يكون التاني مكانه. يعني هو بيستفيد من فترة تغيير الكمين وحاله التغيير. اغطي اليوم بالأكمنة، يعني مثلا هو اما ارتكب الجريمة 6:30، الكمين لسه ماشي الساعة 6. يعني انا غير مواعيده، طيب مرة عملته 12، مرة اعمله واحدة، هنا مرة ده معنى كده انه كان واقف مستني، كان راصد. لازم يكون راصدها طبعا، لا ده مش غبي، لا ده واحد راصد ومجموعة راصدة، بتعمل ايه وهتعمل ايه والصرافة. طيب نشوف تاني السيارة، يعني هو هنا الكمين انتهى الساعة 6، حضرتك بتقول التفجير هو توقف 6:29. هو هنا طبعا كان واقف في المنطقة بعيد مستني اول ما الكمين طبعا، وهيقف بهذا الشكل، ومش ممكن مش ما عداش على الكمين، لا يمكن يكون عدى على الكمين، لا ما يعديش عليه كده، لا العربية متجهزة في مكان قريب. بعد ما مشي الكمين طلعت العربية، هو جه بعد الكمين ما مشي. طيب هسألك، ما الذي يمكن أن يحدث غدا؟ لأن أنت بتقول لي أنه غدا مش ممكن نشوف هذا المشهد إن شاء الله، بس بعد الفاصل.